أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وأما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.